الخير والسعادة على كل اللي بيشوفنا في حلقة جديدة من برنامج مرايه. حلقتنا النهاردة هتكون شيقة جدا. قبل ما نبدأ حلقتنا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة على الناس كلها. بعد الساعة 12 بالظبط أو 12 ودقيقة هنبدأ سنة جديدة، يا رب تكون سنة سعيدة على كل اللي بيشوفنا. حلقتنا النهاردة هتكون عن العناية بالشعر وازاي ان احنا نعرف نوع شعرنا الأول عشان نقدر نهتم بيه، وهنتكلم كمان عن تقنية جديدة منتشرة جدا وفي ناس كتير بقت تفضلها، تقنية الميكرو بيلدينج أو تاتو الحواجب أو الهير باي هير، ليه أسماء كتير جدا. هنعرف كل ده مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة، خبيرة التجميل والعناية بالشعر ومتخصصة البروتين أستاذة فاطمة الفاتح. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، ازيك يا أستاذة نيرة؟ أهلا بحضرتك، كل سنة وأنتم طيبين وكل سنة والجمهور كله طيب، وسنة سعيدة إن شاء الله. 2020 تبقى سنة سعيدة على الجميع، و يا رب بإذن الله علينا وعليكي وعلى كل اللي بيشوفونا. أستاذة فاطمة، قبل ما نبدأ بقى حلقتنا النهاردة عن العناية بالشعر، كلمينا عن نفسك، قولينا بقى أنت إزاي بدأتي في المجال ده؟ المجال ده أصلا ده بحر واسع جدا. أنا بدأت فيه بقالي كده يعني من 2001، كانت هواية وبعد كده يعني أثقلتها بالتعليم بتاعه. بقالك كتير يعني ما شاء الله، حوالي 19 سنة. بقالي 19 سنة ما شاء الله. طيب بدأتي برضو كأول ما بدأتي مثلا تدخلي على اليوتيوب وتسيرش وتعملي أبحاث، ولا بدأتي أن أنت تاخدي كورسات؟ الاتنين يعني، علشان تبدأي في مجال زي ده لازم تبقى يعني الاتنين بيدعموا بعض، لأن المجال ده بحر واسع، وبعدين ما هوش لعب. أكيد طبعا، أنت مسؤولة عن يعني شعر، أنت مسؤولة عن حد قدامك، فلازم تكوني قد المسؤولية دي. بتدخلي على اليوتيوب بتتعلمي وبتاخدي كورساتك، ولازم يبقى من حد ثقة وأماكن ثقة، مش أي حد يقولك اه تعال علمك يلا نروح. لا طبعا، لازم يكون حد ثقه طبعا. لان اللي بيجي لك برده هو جاي لك عشان ثقه، عشان اسمك، هو واثق فيه وهيسلمك شعره، فلازم يبقى برده في ثقه. اكيد طبعا. تمام. طيب قبل ما نتكلم بقى عن العنايه بالشعر، في ناس كتير ما بتعرفش اصلا نوع شعرها ايه عشان تقدر تتعامل معاه، ازاي تستخدم له المنتج المناسب، ازاي تهتم بيه عن طريق الروتين اليومي او الروتين الاسبوعي، ازاي يعرفوا حاجه زي كده؟ لا، هو الشعر انواع كتيره جدا، وبالنسبه للشعر في الشعر الدهني، في الشعر الجاف، في الشعر المركب، في الشعر العادي. طبعا بيختلف وبيبان معاكي مجرد ما بيتغسل. بيتغسل وبيتنشف بتعرفي ان هو نوعيته ايه. وعايزه تعرفي نوعيته اكتر لازم تكون يعني تروحي لحد خبير في المجال ده. ما ينفعش يقولك حد يعرف من نفسه. لا، لازم تروحي لحد يكون هو فاهم في المجال ده كويس جدا، لان هو اللي هيرشح لك ايه اللي هتستخدميه، سواء كان الشامبوهات، ايه، الحمامات، الكريمات، الحاجات اللي هتستخدميها. لازم الشعر ما يكونش يعني انت تغسليه بطريقه غسل معينه عشان ما يكونش فيه اي نوع من الزيوت او الدهون المستخدمه. يفضل ان انت وانت اثناء الغسيل يكون الميه فاتره، ما تبقاش سخنه. ده يعني من اكتر الناس العيوب والغلطات اللي الناس بتقع فيها، الميه السخنه. الميه السخنه بتنزل الزيوت الطبيعيه بتاعه الشعر. المفروض غسيل الشعر بيبقى كام مره في الاسبوع؟ بيبقى مرتين في الاسبوع. بتغسليه كويس جدا وبتغسلي الفروه كويس جدا، يعني مش غسيل سطحي. لازم يكون لازم تكون تجيبي من جوه، لان اغلب الناس بتغسله سطحي، مجرد تقول انا غسلت الحته القدام، طب اللي ورا ده اخباره ايه؟ فبالتالي بيعمل دهون. ما اتغسلش كويس، طب الدهون دي عملت قشره، بعد كده عمل تساقط، بعد كده نقول لا احنا شعرنا بيقع، طب نروح نعالج. ان احنا ما بنعرفش نغسل شعرنا صح. غسيل الشعر ده يعني 90% من علاج الشعر. تمام. في كمان حد بيقول لك انا ما بعرفش ازاي يعني ممكن يسرحوا شعرهم اللي هو كده وخلاص. لا، هي في طريقه معينه لتسريح الشعر، عشان تسريح الشعر احسن حاجه للفرشه. ابعد عن المشط. ابعد عن المشط تماما. يعني في ناس بتقول العكس، ان انت تستخدمي مشط خشب واسع. المشط الخشب ده لبعض الناس. الافضل في كل الاحوال الفرشه، لان الفرشه دي بتسلك. هي بيبقى في الشعر بيبقى في ناس كتيره جدا عندها تشابك، فبتسلكي، ما تجيبيش بقى كله من قدام كده، لا هاتي من تحت الاول وتدريجي واحده واحده لحد ما توصلي للي فوق. لكن جبت اللي فوق ده قطعتيه. ليه؟ لان هو في يعني تشابك. الطريقه الصحيحه احنا بنسرح بنسرحي من تحت، نسلك الاول من تحت، تسليك طبطبه كده واحده واحده كده لحد ما تلاقيه ظبط معاكي. هتلاقي الشعرايه ظبطت جدا، ما فيش تساقط، ما فيش تقطيع، وبتلاقي الشعرية نفسها أصلا الفرشة بتعمل زي تنشيط للفروة وللدورة الدموية للفروة، فتلاقي التساقط معاكي قل.
تمام. ليه؟ لان انت نشطتي الدوره الدمويه، فبالتالي البصيله بقت صحيه. انت وصلت لها، نشطت لها الدوره الدمويه، فوصلت لها الاكسجين بتاعها، وصلت لها كل حاجه هي محتاجاها. تمام. خلينا برضو نقول المعدل هو لازم، وانت بتصرحي شعرك لازم ينزل، ده معدل طبيعي. ايه هو المعدل الطبيعي لتساقط الشعر والمعدل المرضي اللي هو اما بتلاقي تساقط كتير لازم تروحي للطبيب؟ المعدل الطبيعي لتساقط الشعر، لان هو بيغير نفسه كل يوم، من 70 ل 100، من 70 شعرايه، من 70 شعرايه ل 100 شعرايه، ده اللي هو ده الطبيعي، ده النورمال. لكن في ناس تقول لك ايه 5 شعرايات انا عندي تساقط، لا ما عنديش تساقط. على مدار اليوم كله، ان احنا مثلا بنصرح 3 4 مرات على مدار اليوم كله، التوتال كله من 70 لل 100. لو زاد، لو دخل على ال 150 ده مرضي، مرضي لازم 120 ده مرضي. والمرضي ده يعني اغلبه اصلا بيبقى نقص فيتامينات. نقص فيتامينات، إيه؟ ما بتاكلش خضار، ميه. اغلب الناس بتكسل عن شرب الميه، فعلا الميه دي اساسيه جدا في حياتنا اصلا، للبشره وللشعر وللضوافر. عندك الفيتامينات الاساسيه، عندك الحديد، وعندك الاوميجا 3. الاوميجا 3 دي اساسيه علشان علاج القشره. كبسوله كل يوم، كبسوله كل يوم بعد الفطار بتعالج القشره. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم عن البروتين، وهو بقى شيء اساسي. يعني الناس كانت الاول ايام زمان بتعتمد استشوار ومكوى وكل يوم لغايه ما كان زمان كان يقول لك الجلاد، الفرد الايطالي، والخلطات اللي هي اللي يعملوها البوتاس والكلام ده فعلا، وبتاثر على الشعر تاثير سلبي رهيب، بتاثر تاثير رهيب رهيب رهيب. وبعد كده بتقعد تاخد علاجات تاني برضو علشان تصلحه، وبعد ما تصلح طب عايزه تفرده. لا، هو البروتين حل، يعني حل المعادله. المعادله اللي احنا في، يعني هو حلها حل جذري. طيب في ناس بقى، نقطه مهمه جدا انت وضحتها لي، قلت لي ده بتعتمد على نوع البروتين او المتخصصه، ان في ناس كتير بعد ما بتعمل البروتين بتقول لك شعري بدا يتساقط، بيبقى سببه تمام. ايه بقى؟ ده مش سببه البروتين، بيبقى سببه لا، ايه؟ لا، هو في اسباب كتيره. يعني احنا عندنا التساقط له اسباب كتيره. في التساقط اللي هو قبل عمل البروتين، ده اللي هو ده بيغير طبيعي. طب احنا طبيعي. عملنا البروتين، لازم الشعرايه بتختلف، يعني كل شعر له نوع بروتين يمشي معاه. ما ينفعش نستخدم نوع واحد على كل انواع الشعر. استحاله، لان البروتينات عندك انواع، الانواع دي مش معموله كده هباء. لا، ده كل نوع وله حاجه، كل نوع. فين انواع معموله للشعر الافريقي؟ في للشعر الضعيف، في للشعر المموج، انت فاهماني؟ في للشعر القاسي. كل حاجة وليها فيتاميناتها المناسبة لنوع الشعر. تمام. في الشعراية الهشة اللي هي القطنية، القطنية دي محتاجة ترطيب عالي. ترطيب عالي ده جاي من الترميم. في بروتينات أصلا ترميم ولا ترميم فقط؟ لا، في ترميم بروتينات. تمام. طب خلينا نشوف شغل خاص بالبروتين بيظهر معنا دلوقتي. استأذنك تنزلنا. ده شغل الميكرو. طب خلينا قولي لنا نبذة مختصرة عن الميكرو عشان هما نزلوا الفيديو الأول أهو معاكي على الشاشة. الميكرو ده الميكرو ده من الحاجات اللي أنا بحبها جدا. يعني هي تقنية فعلا غنية، دي تقنية رائعة، لأن هي حلت المعادلة برضو. إن في شعر، في ناس كتيرة حواجبها خفيف، كانت بتضطر للأسف لشكل الحنة، بيبقى الشكل الحنة مش حلو، وفي التاتو الكامل برضو مش حلو، ومش مع كل الناس برضو مش حلو. يعني كل واحد وله الحاجه اللي بتمشي معاه. تمام. فهو انت عندك الميكرو بيدي الشكل الطبيعي خالص، لان هو بيعالج الدفوهات بس بتاعه الحاجب. ده الميكرو اللي هو الهير باي هير، اللي هو الهير باي هير. هو ناتشرال اصلا، هو حتى اساس هو سطحي، يعني هو بيتعمل سطحي مش بيتعمل بعمق. عشان في ناس بتقلق بتقول ان هو بيختلط بالدم، لا انت بتشتغلي على الطبقه الاولى. لا، ما بيختلطش، ده هو اساسا سطحي، ده هو واخد اول طبقه في الجلد، حتى هو ما بيطلعش دم. هي خربشه خفيفه بتدي شكل الشعر. بيقعد قد ايه؟ يعني بيقعد، انت بتعملي جلسه تثبيت ريفيل بتعمليها مثلا كل 9 شهور. حلو تثبيت جدا. يعني بقى لو مش عايزاه اصلا وزهقت منه سنه ونص ما بتلاقيهوش. بيروح، بس هو ناتشرال، بيبقى يعني شكل هو الطبيعي، ميستون شكل هو طبيعي الطبيعي جدا. فهي كل الناس دلوقتي اتجهت ليه. هو الاختلاف بقى واحسن من استخدام القلم، لانه بقى بيوقع الحواجب اكتر. القلم الطري بيوقع الحاجب. ده القلم الطري ليه؟ لان هو بياخد الحاجب معاه من شده المرونه بتاعته. والقلم الناشف برضو بيوقع الحاجب. فهو فيه الاي شادو فعلا، وفيه قلم اي شادو برضو جميله جدا.
بس ما بتثبتش. دي حاجه بتبقى يعني الميكرو بتبقى حاجه ثابته طبيعيه عشان تفضل معاكي كده، او انت صاحيه من النوم واول ما تصحي معاكي على طول خلاص بقى، انت بتقومي من النوم اكنك عامله ميك اب طبيعي اصلا لحواجبك، ما انتش شايله اساسا في اي حاجه. استاذنكم تنزلوا لنا بقى الفيديوهات الخاصه بالشعر، هتكون معانا دلوقتي. كملي كلامك عن البروتين. بالنسبه للبروتين، في دلوقتي الترميم كمان، الترميم ده لانواع الشعر اللي هو الضعيف، القطني، الهش، ده المناسب ليه اللي فيه نسبه جفاف عاليه جدا. اهو الفيديو ده معانا، اتفضلي. الشعر ده كلمينا عنه شويه. الشعر ده كان فيه نسبه جفاف عاليه، واتعمل له بروتين غني جدا، كان فيه جميع الفيتامينات، وفيه يعتبر المعايير القياسيه اللي الشعرية محتاجها. فيه طبعا البروتين من ضمن الكونتينز بتاعته الأرجان أويل والمكاداميا أويل وجنين القمح، تمام. في البيتر شيا، وفي كمان الفيتامينز. هو ده توتال للشعرية الجافة، ده اللي الشعرية محتاجاها، فبتدي النتيجة دي. والشعر التاني اللي معانا ده، ده شعر هش برضو، معمول له برضو. تمام. نوع الشعر ايه؟ هو لا، ده جاف، جاف، ده جاف. هو اغلب الشعر اصلا ده عندنا برضو في مصر تعمله هنا، مثلا وانت بتعملي بروتين، هل حطيتي برضو حاجات فيتامينات زي ما انت هو قلتي؟ جايب الفيتامينات بتاعته، هو البروتين هو جاي بمعاييره. ما قلت لك هو كل شعر وله بروتين يمشي معاه، انت بقى بعينك بتقولي بقى الشعر ده محتاج ايه. او زي ما احنا شايفين هو المنتج تمام، ماسكاه، هو ده هو ولا؟ ده. تمام. تمام، بيقعد فترة قد ايه؟ بيقعد معاكي السنة. سنة كاملة. تمام. هل بس بيبقى ده مثلا كان معمول له علاجي اللي هو البوتكس. ده كان ظبطه قوي، لان شعرها كان فيها نسبة ضعف وهيشان، في جفاف وضعف وهيشان. دي النتيجة بعد دي اللي النتيجة عمل لانه البروتين؟ معمول له بوتكس. البوتكس ده علاجي. وفي كمان من ضمن برضو الحاجات اللي اتضافت برضو للبروتينات الفيلر، برضو بتدي برضو علاج، وبتدي برضو كثافة جلسات للشعرية الفيلر دي بتتعمل لوحدها ولا ممكن؟ على حسب الشعرية اللي قدامك وعلى حسب العميلة. يعني في شعرية بتضيف على البروتين بقى الفيلر، هو بقى محتاجه فيديكي النتيجة اللي انت وفي محتاجة. شعرية بتستكفي ان انت ممكن في تعملي شعرية فيلر بتستكفى بس بالفيلر، او بروتين بس؟ لا البروتين بس، يعني لكن جلسات الفيلر الفيلر دي يديكي ما ينفعش طراوة، تتعمل لوحدها؟ طراوة طراوة للشعرية، بتنعش الشعر. ينعش، هيخليها لك طبيعيه كده. عارفه في ناس ما بتحبش الشكل الليس ده، الستريت ده، يقول لا انا عايزه الشعرية طبيعيه. خلاص اديها بقى اديها فيلر. فيلر. تمام. طيب خلينا نتكلم بقى عن الصبغة. تمام، في ناس كتير، انت الصبغة يعتبر شكل جمالي للمرأة، خلينا نتكلم عن الصبغة قبل البروتين والصبغة بعد البروتين، ايه الفرق بقى؟ الصبغه قبل البروتين وبعد البروتين ده بقى بحر تاني خالص، الصبغه دي. تمام. بص يا ست، هو الصبغه على حسب الالوان اللي انت عايزه تعمليها. الالوانات اللي هي القش والبلوندات والكلام ده لازم طبعا قبل البروتين، وبالتالي لما تعملي بعد منها بروتين بيتعامل معاه الوان اللي هي المعاكس علشان ما يقرنش، يعني عشان ما يخلفش معاكي الوان الصبغات اللي انت طلعتيها في الاول، عشان ما تبص معاكي فبتطلع هي ذا سيم، يعني نفس اللون اللي طلع. تمام. في بقى صبغات تانية بعد البروتين. الصبغات اللي بعد البروتين ده اللي هو مثلا الشعرية كان فيها ابيض واتسحب لونه، انت عايزة تغمقي، ده بعد البروتين. وبعد والصبغة لازم تستخدميها تكون زيرو امونيا، عشان ما يعني ما تسببش تبقاش ضرر فيه، للشعر. عشان ما تسببش ضرر للشعرية وما تسببش ضرر للفروة تمام. كمان. فبالتالي لو حصل ضرر للفروة هيحصل تساقط ويحصل تقطيم، فاحنا مش عايزين الكلام ده خالص، احنا بنعالج مش عايزين نبوظ الدنيا. طيب لو حد حابب يعمل صبغة وبروتين في نفس الوقت، بتعمليهم هما الاثنين في جلسة واحدة ولا؟ على حسب نوع الشعرية اللي قدامي، لو الشعرية ضعيفة ما لازم يكون في فيصل أسبوع، اسبوع لو الشعر اسبوع ضعيف. لو الشعرية ضعيفة ممكن ما تتحملش. وفي شعرية اقول لها حاجة من الاتنين، تختاري حاجة من الاتنين، الاتنين مع بعض لا ما ينفعش. ما يتحملش، ما يتحملش. هو على حسب الشعرية اللي قدامك بتحكمي عليها، مش على حسب برضو العميلة تقولك لا انا نفسي، ما هو مش انا نفسي بمزاجك، على ماشي، حسب بس نوع شعري. انت محتاجة شعرك حالته كذا.
شعرك مش متحملة، يعني بعد كده لما يحصل له أي مشكلة هيجيبوا اللوم على البروتين، هيقولك لأ البروتين بيوقع، البروتين بيقطم. خلينا نتكلم بس في النقطة دي، احنا قلنا ان البروتين مش هو السبب، عشان في ناس لما بيحصل لها تساقط راحت عند اي متخصصة، ازاي تعرف ان هي مثلا المتخصصة دي بتستخدم لها نوع بروتين كويس؟ هل ممكن تعرف هي كعاملة ولا لا؟ لا العاملة ما تعرفش. يعني انا اسمع اللي هو ممكن بيدمع العين لو في نسبة فورمالين لا عالية. بيدمع العين، ده كده حاجة سيئة جدا، لان اصلا البروتين المفروض ان ما فيش فيه الفورمالين، هو فيه احماض امينية، تمام لكن لو دمع العين يبقى فيه فورمالين، يبقى ده مش صحي، تمام مش صحي نهائي. يبقى كده لو هي مثلا لو شافت حاجه زي كده قلقت، اصل فينا بيقولوا برضو ان احنا ممكن مثلا المتخصصه تستخدم الماده غلط او تطبق الماده غلط، هو ده اللي مش بيسبب اي التساقط. حد برضو بيطبق الماده صح، ما هي لما تيجي العميله تروح لحد ثقه، ما تروحش لاي حد وخلاص، مش هو اي حد انا بعمل بروتين يلا نروح نجيبه من الصيدليه ونعمله مع بعض. في ناس ما بتبقاش عارفة، مجرد ان هي شافت صور، شافت قبل وبعد فقالت الله الدنيا لطيفة فراحت، فما تعرفش هل المنتج فعلا صحي ولا مش صحي. ده بقى بيرجع للمكان اللي هي بتروح. طيب خلينا لان نتكلم على مكان حضرتك، ان مكان حضرتك متخصص برضو بيدي دورات خاصة في المجال ودورات معتمدة، كلمينا عن نظام الدورات والدنيا بتبقى عاملة فيها ازاي ومعتمد منين؟ احنا عندنا في الاكاديميه، عندنا في بندي كورسات شامله، اذا كان في محتاجه الصبغات، محتاجه البروتين، تنظيف البشره، وبتاخدي كمان معاها شهاده معتمده، بتاخديها معتمده من الخارجيه لو هل انت بعد ما عايزاها. بتاخد الكورس يعني قبل ما تديها الشهادة بتخليها تعمل تيست قدامك عشان تكوني لازم مطمنة ده، بنسبة لازم 100%؟ يكون في ورشه، لازم بيبقى في ورشه عمل بتطبق، امال هتروح تطبق على طول؟ ما ينفعش. انا بسأل وبيبقى يعني. في، لا وفي كمان فتره تريننج، مدة الكورس بقى قد ايه؟ يعني بيبقى بيتراوح على حسب هي عايزه، يعني عايزه ايه بالظبط، بيختلف المده في الحاجه اللي يعني هي عايزه التوتال كله على بعضه ولا عايزه حاجه معينه. يعني حضرتك المكان متخصص بيدي كورسات خاصة بالشعر، البشرة، انت قلتي لي برضه تخصص والصبغات ميك اب، صبغات، والميك اب. تمام. طيب ايه بقى العروض اللي انت منزلها لنا بالنسبة لرأس السنة اللي فاضل عليه كام ساعة؟ هو اللي هيحجز النهارده انا عامله لهم عرض، اللي هو عرض الالف، اللي هو عرض الالف اللي هو اي طول شعر، بس ده النهارده بس، تمام، اللي يحجز علشان مفيش حد النهارده بعد اللي هيحجز النهارده بس. بس مش هيلحقوا كده يعني، مديها 3 4 ايام مثلا 3 4 ايام. هتيجي عليكي بخسارة كده، الموضوع هيبقى صعب. ممكن اخليها يومين اتنين، تمام. يعني النهارده وبكره نقفل على يوم اتنين. اي طول شعر ونوع شعر، لان بيبقى فيه شعور افريقيه ما بتبقى هي هو ده عرض، هو ده عرض لفتره معينه فقط، لغير هو عشان الكريسماس بس. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. طيب حابه بقى ايه، عايزين نقول شويه نصايح كده، شويه بدل لسه معانا وقت في الحلقه، شويه نصايح لذيذه للبنات بالنسبه للبشره. احنا اتكلمنا عن كل حاجه تخص الشعر، تمام. خلينا بقى نتكلم كام نصيحه لا هو للبنات. الشعر بحر اصلا، احنا لو فتحنا في موضوع الشعر هو بحر. احنا قلنا حاجات مختصره، اللي تمام. هو انت يعني الموضوع كله بيتلم ان انت ممكن تروحي المتخصصه حد يكون تعرفك الدنيا فيها ايه عشان تقدري تتعاملي مع شعرك. تمام. بالنسبة للبشرة طبعا الغسول ده أساسي، يعني الصبح وبالليل، خاصة البشرة الدهنية، البشرة المركبة، البشرة العادية والبشرة الجافة والحساسة، لازم تجيب الغسول المناسب ليها برضو من الصيدلية. ده من ضمن الحاجات الأساسية. طبعا بعد الميك اب بتاعك، كل ما تحط ميك اب لازم برضو بتشيليه بالمناديل اللي هي الريموفر بتاع الميك اب، علشان برضو ما يتسببش في ان المسام بتاعت البشرة بيحصل لها انسداد، بعد كده بيحصل لها حبوب، بعد كده نفضل نروح نتعالج تاني. انا سمعت بيقولوا زيت اللوز بيبقى افضل، يعني ان احنا نستخدم حاجه بنشيل بيها الميك اب، هل فعلا زيت اللوز تخصصه كده ان احنا نشيل بيه الميك اب ولا المعلومه دي غلط؟ لا المعلومة دي هو زيت اللوز انت ممكن تحطيه للوش، يعني سيبيه قد 5 دقايق كده كل يوم بالليل، زيت اللوز. وعندك ممكن كمان تستخدميه، عندك زيت الزيتون اللي هو البيور، البيور البيور مش نجيبه لا مش بتاع الشعر،
زيت الزيتون البيور اللي هو بتاع الاكل، لان هو مش مخلوط. بتجيبي اللي هو ايه بقى للبشره؟ بتستخدميه للبشره حوالين العين وحوالين الشفايف، لان هو فيه كولاجين طبيعي وفيه مضاد حيوي طبيعي وعوامل الاكسده. كويسه المعلومه دي. او بيشيل يعني السمار مثلا اللي بيشيل حوالين السمار، العين ما واللي هو حوالين كولاجين الشفايف؟ طبيعي بيشيل السمار اللي حوالين العين، وبيشيل الكسرات اللي هي بدايه الكسرات بتاعه الجلد الرفيعه اللي هي الخطوط الرفيعه، ده برضو بيشيلها. حلوه فهو جدا لانه المعلومه دي. كولاجين طبيعي ومضاد حيوي طبيعي. بجد نورتينا يا استاذه فاطمه، واكيد كل ده اللي انا بيشوفونا سعيده بيكي استفاد جدا بالمعلومه دي والله اللي يا انت استاذه بتقوليها. نيره، انا سعيده بيكي جدا. بالنسبه برضو احنا نرجع تاني للشعر. قولي لو في حاجة حابة تختمي بيها في قدامنا دي. بالنسبه للشعر، يعني يفضل بعد ما يتغسل كويس جدا بالشامبو والحمام او الشامبو والبلسم، يتنشف كويس جدا جدا جدا، ويتحط لو عندك زيت لوز حلو نقطتين، خد الشعر كله بيه، ده سيرم طبيعي. ده كل بعد كل غسيل شعر بعد كل غسيل بيساعد على ايه بقى او بيه؟ ده سيرم طبيعي، سيرم طبيعي بيساعد على الطراوة وبيساعد على اللمعان ومفيش تقصيف. ده دي معلومة رائع، كويسة جدا، ده وحاجات في رائع رائع المتناول رائع. اللي هي وفي سعرها المتناول بسيط مش عالي. بالنسبة للناس اللي بتشتكي دايما من التساقط، زيت الزيتون البيور بتاع الأكل يا بتسخنيه، جماعة. بتاع الأكل بيتسخن في حمام مية، ما تسخنهوش مباشر على يعني النار، نجيب حمام مثلا مية مغلية ونحط فيها وحط طبق فيه يعني طبق صغير يكون فيه الحبة اللي هتستخدميهم. ما انت برضو ما تسخنيش على الحبة اللي هتستخدميهم بس، علشان الخصائص بتاعتهم ما تبص تمام. خصائص الزيت، وتعمليها للفروة بس، للفروة تدليك، تعملي له مساج، تعملي الفروة مساج وتسيبيه قد نص ساعة، كويس جدا. وتغسليه كويس جدا بالشامبو، بيمنع لك التساقط وبيمنع القشرة برضو في نفس الوقت، لان هو برضو مضاد حيوي طبيعي. نورتينا يا استاذه فاطمه، وللاسف تسلمي وقت لي يا حلقتنا حبيبة قلبي، خلصت، واكيد هيكون لينا حلقات تانية ده نتكلم اكيد فيها ان شاء الله باستفاضه طبعا، اكتر. ده اكيد. انا نورتينا سعيدة بيكي، وكل سنة وانت طيبة، وحضرتك وكل سنة طيب. والجمهور كله طيب، وسنة سعيدة عليكم، 2020 يا رب تكون فتحة خير على الجميع، وبحبكم كلكم. يا رب باذن الله. وبكده تسلمي. تكون خلصت حلقتنا، استنونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامج مرايتي.